إذا متابعينا الكرام، يبدو أننا أمام مهزلة حقيقية، أمام فضيحة مذوية لنظام حضيرة الجزائر الذي أعلن اليوم من خلال الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أنه غادي ينسحب من تنظيم أو من ترشح ديال تنظيم كأس إفريقيا 2025-2027 بسبب حسم الملف لتنظيم كأس إفريقيا 2025 والأفضلية كذلك للأشقاء في السنغال لتنظيم كأس إفريقيا 2027، فهم حاولوا على أنهم يسابقوا الشوها بالانسحاب من الترشح للملفين. لكن حسب المعلومات متابعينا الكرام وحسب المصادر تقول على ان الاتحاد الافريقي لكره القدم رفض الطلب ديال حضيره الجزائر باش انهم ينسحبوا، بل اكثر من ذلك يجبرون رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم باش انه يحضر في الاجتماع اللي غادي يكون يوم الاربعاء اللي من خلاله غادي تعلن رسميا بالاسماء شكون اللي غادي ينظم 2025 و2027. فنظام حضيره الجزائر كيحاول انه يهرب، هو نظام جبان لا يستطيع مواجهة الواقع. داك التسنطيح اللي كان كيديروا معنا يعني في الأيام الماضية والأسابيع الماضية والأشهر الماضية ما بقاتش الآن، لأنه وضع أمام الأمر الواقع. والفضيحة اللي غادي تكون يوم الأربعاء بالنسبة لنظام حضيرة الجزائر أنا أعتبرها فضيحة ديال بريكس في جزئها الثاني، وإن كان الأمر يتعلق بكرة القدم وبتنظيم المحافل الرياضية. فالآن متابعينا الكرام، حسب المعلومات الاتحاد الإفريقي ليس فقط يرفض الطلب اللي بعثوا الاتحاد الجزائري لكرة القدم باش أنهم ينسحبوا من الترشح، بل يجبر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باش أنه يكون حاضر يوم الأربعاء ويتم الإعلان على المغرب هو اللي غادي ينظم 2025 ويتم الإعلان على السنغال هي اللي غادي تنظم 2027، وبالتالي يكونوا أمام الأمر الواقع ويكونوا حاضرين في الفضيحة بالنسبة بطبيعة الحال لنظام الحاضرة اللي كان كيروج للبوصبعي أنه قادر ينافس المغرب وأنه قادر ينافس وينظم وعنده الملاعب وما إلى ذلك، في حين أن المنتخب الجزائري وعلى لسان مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي يقول على أنهم ما لقاوش ملعب فين يديروا التدريبات ديالهم، فين يديروا المعسكر التدريبي ديال المنتخب الجزائري، ومشاو كيجريو باش يديروا التدريبات ديالهم في تونس، وراكم عارفين طبيعة الحال هاد الفضيحة اللي كاين الآن في حضيرات الجزائر. على كل المتابعين الكرام، الآن الاتحاد الإفريقي حسب المعلومات يرفض فكرة أو يرفض طلب ديال حضيرات الجزائر باش أنهم ينسحبوا من الترشح، بل رئيس الاتحاد الجزائري حسب المعلومات خصو يكون حاضر يوم الأربعاء بطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. متابعينا الكرام، سوف أوفيكم بالمزيد من المعلومات. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.